علاء وآلاء ولكافة السادة المشاهدين، يعني يستمر العدوان الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي بكل وحشية وبكل عنف بربرية بغاراته المتواصلة والمكثفة. نتحدث عن ليلة أمس وهذه الليلة التي كانت القاسية بشدة وسرعة القصف المتتالي والمستمر على مناطق متفرقة في قطاع غزة. نتحدث عن مجمل الاستهدافات التي كانت بالأمس التي طالت أكثر من مكان، وكان من بين الاستهدافات هو استهداف الطرق الرئيسية التي يعني توصل بين الأحياء والمدن. ربما تهدف إسرائيل بإحالة الوصول أو الدخول من الأحياء والمدن، وأيضا بتدمير البنية التحتية. هذه الاستهدافات كانت لمجمع أنصار، أيضا شارع البحر المعروف بشارع الرشيد من طريق الساحلي الغربي من مفترق نتسريم إلى دوار 17 المعروف. أيضا كان من بين الاستهدافات شارع 8 شارع 10، عدة أراضي فارغة في الشيخ عجلين. أيضا نذكر أن هناك كان قصف لمنزل سكنية ليعود لآل عجور خلف مشفى الشفاء. أيضا كان هناك للمحيط وللمفترقات الرئيسية كمفترق أبو مازن، وأيضا في غرب المقوص في مفترقات الطرق. هذه الاستهدافات التي شملت بالأمس والتي كانت بشكل متتال وأيضا بقصف عنيف. من سلم في هذه الليلة أصبح وهو يقول الحمد لله نحن بخير من شدة وهول المواطنين. نتحدث أيضا مشاهدينا الكرام، كان من بين الاستهدافات الأخيرة في الصباح الباكر لقصف لمنزل يعود لعائلة الفليت في حي يافا في دير البلح وسط قطاع غزة، أيضا منزلا آخر عائلة دلول في حي الزيتون بجانب استهداف الطرق الرئيسية والمفترقات. أيضا كان هناك استهداف للأراضي الزراعية ويعني سلب أرزاق المزارعين من خلال استهداف أراضيهم. يعني قبل وصولنا إلى مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون سمعنا أكثر من غارة إسرائيلية متواصلة في مناطق مختلفة في قطاع غزة، ولكن لا نعرف إلى الآن ما طبيعة هذه الاستهدافات المتتالية. يعني بجانب هذه الاستهدافات نتحدث عن 197 شهيدا، هذا ما صرحت به وزارة الصحة، ولكن العدد مرشح للزيادة. 197 شهيدا من بينهم 58 طفلا و34 سيدة، والمئات بل الآلاف من الجرحى والإصابات، والأرقام مرشحة للزيادة. يعني زملائي المشاهدين الكرام، هم ليسوا أرقاما، بل وراء كل رقم قصة وحكاية. هذه القصص وربما الصور التي شاهدناها والمشاهد التي سمعناها تبكي القلوب وربما تنطق الحجارة. نعم بيداء، يعني نعلم أن الاحتلال يستهدف نعم. طبعا المدنيين، وأيضا يستهدف البنية التحتية التي لا تزال يعني تعاني من آثار وتداعيات الحروب والعدوان السابق خلال السنوات الماضية. حدثينا عن الأمور الهامة المتعلقة بالكهرباء، بالمياه، الأمور الحيوية التي يحتاجها الأهالي في القطاع. نعم بالحديث في ذلك ألا، يعني بالأمس عندما بدأ القصف والغارات الإسرائيليين قطع التيار الكهربائي على قطاع غزة لساعات طويلة وأدى إلى خلل في مولدات وشبكات الكهرباء، وهذا ما أدى أيضا إلى ذعر وهلع المواطنين بأن يستمر القصف هنا وأيضا ينقطع التيار الكهربائي، كيف يتواصلون مع
عوائلهم، كيف ستكون هناك سهولة للحركة والحياة في سماء مظلم، حتى لو كان هناك يعني ارتقاء من شهداء أو إصابات، أيضا تكمن المعاناة أكثر في ظل انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر أيضا على المستشفيات والمراكز الصحية التي تحتوي على إصابات حرجة بحاجة إلى يعني العناية المركزة باستمرار للتيار الكهربائي. وهذا ما قالت به وزارة الصحة بالأمس، أنه انقطاع التيار الكهربائي يؤثر أيضا على حالة المرضى والأوضاع الصحية في المستشفيات. كما نشاهد يعني ألسنة الدخان المتطايرة في السماء الآن، تحديدا الآن قصف واستهداف جديد. نعم. كما تشاهدون ألا يعني كما نشاهد في السماء ألسنة الدخان المتطاير الآن، ربما لا نعلم ما طبيعة هذا الاستهداف، هل هو لمنزل سكني أم لأرض زراعية أم لطرق رئيسية، يعني هذا ما يقلق المواطنين، الاستهدافات المتتالية، ويعني لا يوجد أي مكان آمن أيضا للمواطنين عندما تتوالى هذه الغارات. نعم نعم بيداء، حتى يتبين هذا القصف. نعم. إلى أين. نعم. نشاهد وإياكم مشاهدينا قصف جديد. نعم. لموقع في المحافظات الجنوبية في هذه الأثناء، وسنوافيكم بكل ما هو جديد حول هذا القصف. نعم. العدوان الإسرائيلي لم يتوقف من ليل الأمس حتى صباح اليوم، غارات متواصلة، قصف مدفعي على الحدود، وأيضا غارات من الطيران الإسرائيلي. نعم، أيضا يعني كما شاهدنا نتحدث عن نعم. أبرياء. نعم. يدفعون الثمن، يتم استهدافهم من قبل آلة الاحتلال العسكرية، رغم الادعاء بأنها لا تستهدف المدنيين، لكن كل من يرتقي وطبعا يعني يدفع الثمن في هذا العدوان هم من الأبرياء، جلهم شاهدناهم من الأطفال. نتحدث عن تدمير للبنية التحتية، شركة الكهرباء، أيضا تداعيات المتعلقة. نعم. بالقطاع الصحي والطبي. نعم بيداء، بما يتعلق بتدمير البنية التحتية، تابعنا بالأمس أيضا من العديد. نعم. من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي أن كان هناك مشكلة أيضا في الإنترنت، وهنا كمان حجب. نعم. للصورة ولتواصل أهالينا في غزة مع أبناء شعبنا مع العالم كله لفضح ممارسات الاحتلال، أيضا الطرق بما يتعلق بإسعاف الجرحى، وشاهدنا العديد من الشوارع المكسرة جدا ولا يستطيع حتى المواطن. نعم. مشيا على الأقدام يمشي فيها ومدمرة. كيف يتواصل الإسعاف مع المناطق المنكوبة، مع المنازل المهدومة، وكيف يكون هنا كيف يتم إسعاف الجرحى والمرضى؟ نعم، يعني على كما يعني أكدت بهذه المعلومات، بالفعل هذا ما عايشناه بالأمس بانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الوصول لشبكة الإنترنت، وأيضا حتى أيضا الوسائل البديلة للكهرباء، يعني باستخدام الناس لمولدات أخرى والطاقة البديلة. كان أيضا بالأمس لا يوجد أي حل بديل، من استخدم جوالاته النقالة باستخدام أي حزمة إنترنت للتواصل مع العالم الخارجي، كان هناك بالضغط المتواصل للمواطنين أيضا بانقطاع التيار، كان هناك بطء بالوصول يعني إنزال أي ما يتعلق حول في المحيط الذي يعيش فيه، ولكن يعني الإسعافات والطوارئ لم تتوانى لحظة بلحظة، بحثت عن طرق بديلة للوصول إلى الأماكن المستهدفة، بالوصول إلى أيضا من يطلب النجدة لهم، يعني برغم من كل يعني ما حدث من تدمير للطرق الرئيسية، ولكن كان لوصول للإسعافات للمناطق تأكيدا على سلامة وصحة المواطنين إذا كان هناك أحد يطلب الاستغاثة. ولكن إنه إذا استمرت هذه الاستهدافات باستهدافها للطرق الرئيسية والمفترقات، نقول نحن في
في حالة خطر دائم، والموت سيحدق بالجميع إذا لم تصل الإسعافات إلى المواطنين في منازلهم المدنيين العزل، وهم آمنين لا يعلمون إذا كنا هم من بنك الاستهدافات ولا، ولكن اليوم نؤكد أن الكل يشعر بحالة الخوف والتوتر الدائم بأننا لسنا يعني غير مستهدفين، لكن بالتأكيد نحن مستهدفين لأن الاحتلال من بنك أهدافها استهدفت الأطفال والفتيات والنساء حتى أيضا الطير والزرع لم يرحم من استهدافات وغارات الاحتلال المستمرة. نعم بيداء، جزيل الشكر لك على هذه المعلومات، سنكون معك في آخر التطورات خلال هذه التغطية، نتمنى السلامة للجميع.